هذه هي الدفعة الأولى من النشطاء السياسيين المصريين الذين انطلقوا في عدد من الحافلات من القاهرة ووصلوا إلى منفذ رفح البري في محاولة لدعم الشعب الفلسطيني وكسر الحصار. نستطيع أن نتحدث مع أحدهم للتعرف على طبيعة المهمة التي تنوون القيام بها داخل قطاع غزة. احنا مجموعة من الحركات الثورية ومجموعة من الأحزاب. أنا بس عايز أقول هي مش محاولة إن شاء الله، احنا بإذن الله داخلين. هل اخذتم وعود من الجانب المصري بعبور؟ كان في تنسيق بالتاكيد، كان في تنسيق، بس احنا مستنيين، مش مستنيين وعود وتنسيق والجزء يخش وجزء لا، احنا مجموعه واحده، هنخش كلنا ان شاء الله. يعني احنا مش جايين علشان نقف شويه ونثبت موقف ونقف قدام المعبر ونروح. ما هي طبيعه المهمه التي تنوون القيام بها؟ مهمه تضامنيه مع اللي مع شعب غزه المحاصر واللي بيقصف واللي بقاله سنتين وثلاثه محاصر ومتضررين جدا، وزاد القصف في ظل التخاذل العربي، والى حد ما الموقف المصري ما فرقش كتير الا بالكلام. احنا جايين النهارده عشان نثبت ان الثوره بيد الشعب الفلسطيني في غزه. اشكرك شكرا جزيلا. هذه المجموعات كما تحدث الينا الناشط السياسي تنتمي الى عدد من الاحزاب السياسيه المصريه، بينها حزب الجبهه الديمقراطيه، حزب مصر القويه، التحالف الشعبي الديمقراطي، اتحاد القوى الوطنيه لدعم المقاومه، وحزب الدستور، وغيرها من الاحزاب الاخرى. وهي دفعه اولى كما ذكرت، من المنتظر ان يتبعها عدد من الدفعات كما تحدث الينا بعض هؤلاء النشطاء.